هل يقال للمتجشع شيء مثلا هنيئا مثلا؟ ما ثبت في هذا الشيء، ما ثبت أن يقال للمتجشع هنيئا. بعض الناس الآن إذا تجشع إنسان قال له هنيئا أو مريئا، هذا ما في دليل. إذا قلنا خاصة بالكراهة كيف يهنى على شيء مكروه؟ وإذا قلنا بالإباحة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. طبعا التجشع مثل ما ذكرت لكم أمر لا يقصده الإنسان، إذا قصده فهذا مكروه، أما إذا غلبه فإن هنا يستعمل الطرق الشرعية في منع انتشار الرائحة، منع أيضا يعني رفع الصوت به أيضا. بعض الناس يرفع الصوت بالجشاء، يرفع الصوت بالجشاء، وعليه أن يسأل. هناك بعض الأشياء يتناولها هذه تمنع الجشاء، أو أقل على أقل تقدير لا يصدر تصدر رائحة الطعام من فمه.